ودخلي ازيك عين وعين في بالنعمة. هات ده بقى نصطيب احبو وخد ديت. ايه اللي جابك؟ يا سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه، انت اشتكيتيله؟ اشتكيتيله وقلتيله؟ اختك مش فهمان يا خال، انا فنان، فنان والله العظيم ثلاثة يا خال. فنان ايه يا دوب؟ ده بايه؟ ده انت من عيلة الأباصير يا راجل. بدأ أباصيري بقى شندويلي. أباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تعرينا؟ افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله يا خال؟ دلوقتي في نت، في تكاتك، انت مش بتسمع الاغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني، وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلامك اديلك على وش امك. لا مؤاخذه يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز ترينا قد الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيله واطيه يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنفها لك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لا مؤاخذه بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ محدش لحاجه عادي، محدش لحاجه. يا ولد الدبابه. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم ملوي هدومك وتشرف العيله. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفريه بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغه، لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد هحزم به السوق. وبعدين برقصه. وبعدين لا انت عليك بقى، خاله كبر. لبنان؟ احنا مش كنا فوتنا الشغل في ميت عقبه؟ نرجع تاني لمدان لبنان وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضه رز ايه اللي هناك؟ هم كلهم سمباتيك كده. انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في شغلك. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك، معاك يا خال. يلا معاك في اي مكان، صحرا كان او بستان، اي حته، المهم امان. تمام يابا، زي الفل هنا. السلام عليكم ورحمه الله يا مولانا. نعم نعم، اطمن، انا دلوقتي في المطار. نعم الفلاشه معايا، بس بعد اذنك يا مولانا يا ريت تبعت لي عنوان الشقه اللي انتوا اجرتوها في رساله نصيه، علشان اول ما انزل لبنان اوريها لسواق الميكروباص عشان اوصل. في رعايه الله، في حفظ الله، السلام عليكم ورحمه الله. بيبو. نعم يا طارق. انا مش عايزك تسافر. انا رايح مكان احسن من هنا، رايح الولايه. ولايه ايه؟ ولايه الحق. انت مش فاهم، انا هبسطها لك. مش انت بتحب برشلونه؟ اه. مش فاكر لما بهدلت ابوك لحد ما جاب لك الفالينه بتاعت برشلونه؟ اهي برشلونه دي بتاعتنا الاندلس، وانا رايح ارجع برشلونه، وساعتها جايزتك هتبقى الفالينه الاصليه بتاعت برشلونه. عمره مقبوله يا ابني. امين يا بس انا مش رايح الحجاز، انا رايح لبلاد. فين دي يا ابني؟ في بيروت. تقبل الله. خد بالك من نفسك يا ام. حاضر يا حبيبي. بابا سلام يا حبيبي. خد بالك من نفسك يا حبيبي. خد بالك انت من الميكروباص. في عينيا يا حبيبي. انت بقى انت يلا اتفضل ارجوك. ايوه ايوه حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه الباسبور؟ اتفضل اتفضل. انت رايح فين؟ لبنان. مين؟ بيروت. بيروت. ورايح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟ انه المجون سياحه. سياحه. نروح نعمل ايه يعني؟ وسايب دقنك كده ليه؟ نعم؟ سايب دقنك كده ليه؟ اصلها ملتهبه. هي ايه دي؟ دقني. انها مصحف. ما حضرتك اصلها موضه، وانت عارف البنات بقى بيحبوا الدقن. طبعا اعرف. طبعا. يعني انت مش سايبها سنه؟
اللهم صل على النبي، هي التجوز برضه سنة؟ طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك. ما انا مش مربيها سنة. بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك. انا عايز افهم دلوقتي، معلش يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تسأله أسئلة شخصية، هو في إيه بالظبط؟ الأكونت بتاعه سرق وأنت بترجعه له؟ إيه ده؟ أنت مين وبتزعق ليه؟ أنت تعرفه؟ لا أنا معرفش الأشكال دي أصلاً، بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سلخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فأنتوا ماسكينه؟ لا إيه ده حضرتك؟ ليه معفن؟ أنت كده بتشتمني. أنا آسف ما أقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني محدش بيعمل ضوافر سكوير خالص. بقول لك إيه يا أستاذ؟ أنا بشوف شغلي، وشغلتي هنا أشوف مين طالع على الطيارة. افرض الأستاذ معاكم قنبلة، هتبقى مبسوط حضرتك؟ لا يبقى الصاحي بقى تاخدوه أوضة تضربوه تعرفوا مكان القنبلة وتريحوا الناس دي كلها. لا 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 يا باشا خلاص يا باشمهندس، من غير ضرب حضرتك شوف اللي صح واعمله، انا هتفتش. تصدق ان انا غلطان، انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي. انت بتعمل كتير ليه؟ معلش طبيعه الشغل هي ايه يا استاذ؟ بالدور يا استاذ. بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه بالركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك طب معايا يا استاذ، دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش هقرر اسرع. تعالى بفتش، تعال بس. ايه لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا برضه تتكلم تاني. قلت لك دي طبيعه شغل. كابتن انا مش فاهم طبيعه ايه يا كابتن؟ ايه الغوغاء اللي انت طالعها بالدور دي؟ غوغاء انت وين الواد من الناس دي بتنام؟ معلش يا باشا انت قلقاني بقى هنا على باشا احنا كله فطور. ممكن اعمل هنا بليز لو سمحت؟ طبعا اتفضلي. لا 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 حضرتك يعني عذرا انا هقعد جنب صاحبي عشان هو ما بيحبش بنات عرايا يقعدوا جنبه. صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي. لا لا مش صاحبي. تعالي انا اسف، خدي يا مارشميلو. لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش. مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده. بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى. النصارى؟ نعم. تمام. نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟ الكمبيوتر؟ نعم. دمية. بتعمل ايه؟ بضيع وقت. طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. رحلة رقم 504 باب فولوجرام. انا اسمي بيبو. لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده. لا لا اسمي بيبو. بيبو 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 يا سلام يا خطيب. بيبو. بيبو خلاص تمام. بيبو. انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو. مش لازم اقول لك اسمي بالكامل. ده انت عسل. شكرا. واسم حضرتك ايه؟ هاني. هاني هاني هاني. فين الشنطة اللي فيها الفلاشة يا هاني؟ فلاشة ايه؟ الشنطة بتاعتك اللي هيكونوا خدوها منك ساعة التفتيش، هي فين؟ لا موجودة الشنطة، موجود، بس انت هرستها. موجودة الحمد لله، اصلها حلوة وغالية. هاني. نعم. هو انت بصت ايد الراجل ده ليه؟ عشان الراجل ده ابونا. هو انت كفتس النصارى؟ انهم اخوة لنا النصارى. انهم اخوة لنا. الضروريات تبيح المحظورات. مش انت مسافر لبنان؟ بس انا هنزل يعني بدري. هو في محطة قبل بريوت؟ في محطة كده بينا. انت قفل ليه كده يا بيبو؟ يعني اكيد هنزل لبنان. الحمد لله. المهم